مرات أحب أعدل راسي حتى أشوف زين، بس أتعب. حالك حال البشرية، الإنسان من يريد يعدمه يسألوه سؤال واحد، شنو أمنيتك؟ بس أنا ما راح أسألك. شو تضحكين؟ أكو مثل يقول ابتسامة المهزوم تفسد لذة الانتصار. تدري أني كم مرة وصلت للموت بحياتي وما متت؟ متخيل أنه أني واقفة بين أهلي كلهم بلحظة واحدة الكل يموت وأني لا؟ زين أنت متخيل أنه أني هسة بهاي اللحظة مدى أحس أنه أني رح أموت؟ هسة رح تموتين وتشوفين الإحساس. ما كتلتني أول مرة تقتلني هسة؟ عفتك مرة، مرة ثانية ما أغلق بأفك. ما تقدر، لأن أنت تريد ميثم. ما تفرق عندي. تفرق عندك، أنا وأنت كل شيء نعرف أنه هي تفرق عندك. زين، بما أنه إحنا اثنين نعرف، راح أعطيك فرصة أعوفك حتى تفكرين، وأعطيك فرصة تنتقمين مني مرة ثانية، بس بشرط وتعدها يا أمي شفتيها. أعوفك بس أريد ما يفهم. من أنت هيك تريد؟ شكو معلقني؟ نزلني ونقعد ونتفق. لازم نسيت من معلق. اتنزلني يلا نتفق. انت مو بمصدر قوة حتى تفاوضني. اي صح، بس همنا اكو مثل شي يقول لا تفاوض الا وانت بمصدر قوة. صح اني معلقة هسه، بس اني بمصدر قوة لان ميثم عندي. واكو مثل عندي هم يقول ادفع هاي الطاولة برجلي وارد اشوف ايش تتحملين نص دقيقة لو لا. ميثم وين؟ يا ريتك سويته، كان ريحتني وخلصتني. ميثم وين؟ وطل! بس افتح ايدي بسرعة بسرعة. خل اعدل لك رقبتك. وطل! فك الحبل! هسه اقدر اتفرج.